اقرار مجلس الاعيان لمشروع قانون ضريبه الدخل وتداعيات هذا الاقرار ينضم الينا الان العين صخر دودين سيد صخر اهلا وسهلا بك في نشره الثانيه سيد صخر اذا تم اقرار هذا المشروع من قبل مجلس الاعيان اخيرا بالتالي سيد صخر هل كان موافقه مجلس النواب على فرض ضريبه على القطاع الصناعي هو من انهى الخلاف بين مجلس الاعيان ومجلس النواب؟ اهلا وسهلا اخي الكريم. الحقيقه يعني حتى يمكن كما تذكر نحن كان في مقابله يوم الاربعاء عند بعد جلسه مجلس الاعيان انذاك وقد تحدثت يومها قلت انه سيكون هناك اجتماع يوم الخميس اللي مضى هذا بين كل من الرئيسين رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب مع معالي نائب رئيس الوزراء ومعالي وزير الماليه وكذلك اصحاب المعالي والسعاده رؤساء اللجان المعنيه ومقرريها في في الطرفين النواب والاعيان وقد توصلوا الى تفاهمات في ذلك الوقت وهذه التفاهمات قضت بالتالي: اولا كل ما هناك يوجد تمايز ما بيننا وبين النواب انذاك كان فقط في اربع بنود واحده تتعلق بالارباح على الاسهم والحصص والاخرى تتعلق بالمتاجره بالاسهم والحصص ايضا، والثالثه تتعلق بموضوع المسقفات ونسبه الاعفاء او نسبه ابقائها في موضوع النفقات، والرابعه كانت في موضوع الصناعه. فقد توافقوا فيما بينهما انذاك ان الثلاث قضايا الاولى يعني بعد ان اقتنع الاخوه في اعضاء اللجنه الماليه بوجهه نظر اخوانهم في مجلس النواب ابقوا القرارات المتعلقه بموضوع الارباح وموضوع المتاجره بالارباح وموضوع المسقفات ابقوها كما وردت من مجلس النواب. بالنسبه للصناعه الصناعه الفرق كانت ما بين النواب وما بين الاعيان ان النواب كانوا مقرين بضريبه قدرها 14% بينما الاعيان عادوا الى اصل القانون الذي كان يتكلم عن 20%. ولكن عندما تنظر الى الاعفاءات الداخليه الموجوده التي منحت ايضا التي تصل الى 5% ستعيد الرقم اصلا الى 15% ولكن هذه على ماذا مبنيه؟ مبنيه على تشغيل الايدي العامله الاردنيه تحديدا وبالذات النساء منهن وبالذات ايضا دعم ما يتعلق في الاعمال الصغيره والمتوسطه وفي الحرف الاشياء المتعلقه بالحرف في الاردن وهكذا. فاخواننا عندما ذهبوا في مجلس النواب يعني عندما وافقوا على هذا الامر لانهم ايضا هم قاموا باتصالات كما فهمنا مع الاخوه في القطاع الصناعي، واصلا معظم الصناعات الموجوده في الاردن هي هكذا، هي داعمه الحمد لله لتشغيل الايدي العامله الاردنيه، نعم. وداعمه ل تشغيل المهن الصغيره والمتوسطه ونامل ان يكون عدد من السيدات والاناث ايضا ان يعملن اكثر فبالتالي سيحصل على معظم هذه الاعفاءات وبالتالي ستعود الامور الى يعني ما كان مقرر اصلا في مجلس النواب من حيث تخفيض هذه الضريبه نعم. وعلى طيب هذا صغير. الاساس تم نعم. التوافق بين المجلسين على ان تكون الامور هكذا طيب سيد صخر ولكن في المقابل هنالك انتقاد واسع من قبل القطاع الصناعي على فرض هذه الضريبه على القطاع الصناعي، بالتالي هل سيكون هنالك حوار بين مجلس الامه لن اقول مجلس الاعيان مع القطاع الصناعي للحديث اكثر حول حيثيات هذا القرار وتفاصيله في المستقبل القريب طبعا؟ نعم، يعني اولا انا اشجع جدا جدا ونحن في مجلس الاعيان نشجع جدا جدا مثل هذه الحوارات، انت تعرف انه في مجلس الاعيان نفسه يعني رئيس غرفه صناعه سابق ورئيس غرفه تجاره سابق ورئيس غرفه تجاره الاردن وايضا كذلك الامر بالنسبه لاخواننا في مجلس النواب هنالك العديد من الصناعيين ومن التجار موجودين ونحن نرحب بان تستمر مثل هذه اللقاءات ومثل هذه لشرح وجهات النظر، لماذا؟ لانه كما رايت عندما اخذ مجلس الاعيان موقف معين في يوم الاربعاء الماضي بالحوار وبالتفاهم مع مجلس النواب، حصلت نتيجه اعتقد انها مرضيه على الاقل افضل مما كان عليه الامر من قبل، وانا اعتقد بضروره الابقاء على مثل هذه اللقاءات، لانه نحن نعيش اليوم في عالم متسارع وفي عالم جديد، وكل يوم تطرا اشياء جديده، صحيح اننا نريد استقرار قانوني ونريد استقرار تشريعي. ولكن حتى في اعظم دول العالم اليوم مع التسارع المذهل في التكنولوجيا تجد بان هناك تعديلات تطرا بين الحين والاخر للصالح العام وللافضل ونامل ان تبقى هذه القنوات دائما مفتوحه كلنا ثقه بان اخواننا في غرف الصناعه وفي القطاع الصناعي هم اصلا من رجالات البلد المحترمون جدا ومن الوطنيين جدا الذين يعني الحمد لله يشغلون الكفاءات والايدي العامله الاردنيه ولا يمكن ابدا للتنكر لدورهم الكبير في بناء وطننا وفي بناء البلد. نعم، طيب سيد سخر في هذا السياق، الان تم اقرار هذا المشروع من قبل مجلس الاعيان، وقبل تم اقراره من قبل مجلس النواب، بالتالي اثناء قراءتكم لهذا المشروع والتعمق فيه اكثر عن طريق اللجان وعن طريق قراءتكم الشخصية هل تعتقد أن هذا المشروع بحيثياته ببنوده بمواده الآن هل أصبح سوف يحقق ما يسمى بحل مسألة منظومة الضريبة الإصلاحية في المملكة والإصلاح الضريبي المنشود لا شك أن هذا القانون الآن حتى بشكله الحالي يعني هو درجة يعني أول درجة في سلم الوصول إلى هذا الأمر المبتغى ولكن أعتقد بأنه بدون أن يكون هناك نظام فوترة وطني إلكتروني وهو ما تعمل عليه الحكومة الآن هذا النظام الوطني الفوتري الإلكتروني هو الذي سيمكننا في النهاية من الوصول فعلا إلى الشكل المبتغى والمطلوب للوصول أولا بالأرقام إلى حقيقتها ثانيا لكي يريح المواطنين جميعا بانه لا حاجه لاي مواطن لان يتجنب امور ضريبيه او لا سمح الله لان يتهرب من موضوع الضريبه، ستصبح الامور واضحه وشفافه ولن يكون هناك زياده على احد بالمناسبه، كل ما هنالك ان الامور ستكون اوضح وسيقدم الانسان ما عليه لوطنه. ضريبة الدخل تدرس في الدول الاجنبية وفي الدول المتقدمة في المدارس على انها نوع من خدمة العلم، تماما مثل ما تشعر بفخر واعتزاز لخدمة العلم، لابد من ان يشعر الانسان ايضا بفخر واعتزاز عندما يقدم الضريبة، صحيح ان اخواننا المواطنين ومعهم كل الحق عندما يقول عندما يقولوا في البلدان الاخرى انت تدفع ضريبه وتاخذ في مقابلها اثمان لهذه الضريبه، تاخذ تعليم ممتاز، تاخذ صحه ممتازه، تاخذ وسائط نقل وطرق ممتازه، معهم كل الحق. الان انت ترى في الخطه التي تحاول الحكومه الان القيام بها التي تسميها بخطه النهضه. هناك تركيز كبير على موضوع القطاع التعليمي بالذات في موضوع رياض الأطفال والذي هو العمر المهم جدا جدا لكي ننشئ الجيل الذي نريده ونبتغي للأردن المستقبل بإذن الله كذلك هناك الآن تدقيق مذهل على موضوع الصحة والمستشفيات خصوصا بعض يعني التشوه الكبير الذي رأيناه في مناطق مثل مستشفى البشير وغيرها وبالنسبة لمنظومة قطاع النقل يعني نامل باذن الله بان تشهد المملكه خلال السنتين القادمتين ونحن الان نرى في عمان خلال السنتين الباص السريع الذي طال انتظاره الحمد لله سيكون يعني قد عاد الى قيد الحياه وقد عادت تدبت في اوصاله وفي عروقه نعم. شريانات السيارات تتحرك بالشكل السليم عضو مجلس الاعيان العين صخر دودين شكرا جزيلا لك